مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. اليوم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلان النتائج خلال ندوة صحفية هذا المساء. شركة تصدير المنتوجات البحرية بولاية مدنين تحقق ارتفاعا في الصادرات وتسعى إلى اقتحام أسواق خارجية جديدة. تواصل الاعتداء الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة شمال القطاع. إذن انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء هذا المجلس ستجرى بكافة مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل ولاية الجمهورية، تليها عملية الفرز والتصريح بالنتائج. وتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حدود الساعة 3:30 ندوة صحفية تعلن فيها عن نتائج انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعن تركيبة الغرفة البرلمانية الثانية التي ستضم 77 نائبا. وستبث هذه الندوة مباشرة عبر القناة الوطنية الثانية. مثل مشروع مدينة الأغالب الطبية بولاية القيروان محور اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد أشرف أمس على اجتماع خصص للنظر في هذا المشروع. وتعرض رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع إلى المرفق العمومي للصحة بوجه عام، وتهاويه شيئا فشيئا منذ تبني ما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر سنوات الثمانين من القرن الماضي، فصارت بذلك عديد المستشفيات تفتقر لأبسط المستلزمات، بالرغم من أن الإطار الطبي وشبه الطبي ومن أفضل الكفاءات على المستوى العالمي، وتتهافت عليه المستشفيات حتى في الدول الغربية. وشدد رئيس الجمهورية على أن بلادنا التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصل إلى حلول من شأنها أن تحفز خيرة الأطباء للبقاء بتونس وتحفزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية. وأوضح رئيس الدولة أن المئات من خيرة إطاراتنا وأفضلها يغادرون بلادنا في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى، لأنهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل في تونس. ولو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما نتحصل عليه من قروض من الخارج، فإن تونس هي التي تقرض هذه الدول. فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يمكن أن تقدر قيمته بثمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أن الصحة حق دستوري لكل إنسان، وفي عدد من النصوص الدولية والحقوق المضمنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يمكن أن تبقى قواعد تذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات. كما تعرض رئيس الجمهورية للصعوبات التي أعاقت انطلاق مشروع مدينة الأغالب الطبية بالقيروان، فهذا المشروع الضخم بدأت عملية تعطيله منذ سنة 2020، وما زالت بعض الدوائر تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال إنجازه. وتناول الاجتماع أيضا الشكل القانوني الذي ستتخذه مدينة الأغالب الطبية واختيار الإطار الأكثر مرونة ونجاعة والسرعة لتجاوز التأخير. كما تم التطرق إلى سبل التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذو الأهمية الوطنية حسب ما جاء في نص البلاغ. اقتصاديا وفي مسعى لاقتحام أسواق خارجية جديدة على مستوى تصدير المنتجات البحرية، تجتهد العديد من المؤسسات المختصة في هذا الإنتاج في جهة جرجيس، تجتهد في تقديم منتوج جيد قادر على المنافسة على مستوى عالمي، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات. نتابع روبورتاج لخميس بوبتان. في ولاية مدنين وفي معتمدية جرجيس على وجه الخصوص، مؤسسات عديدة مختصة في تصبير وتصدير المنتوجات البحرية تجتهد من سنة إلى أخرى لتجويد منتوجاتها واقتحام الأسواق الخارجية رغم الصعوبات العديدة التي تواجهها
رافعة شعار الجودة الكاملة في منتجاتها حتى تتمكن من المحافظة أولاً على أسواقها التقليدية واقتحام أسواق جديدة مجسدة ارتفاعاً في مستوى الصادرات لهذه المنتجات من ولاية مدنين في الفترة الأخيرة. المؤسسة متاعنا رهنت حتى هي على تطوير نفسها وتم اقتناء معدات عصرية لتكون عندنا جودة عالية في كل منتجات الصيد البحري وباش ننافس أسواق سواء الأسواق الأوروبية أو الأسواق الإفريقية وثقة المستهلك سواء العربي أو الأوروبي أو الإفريقي أو الآسيوي في هذا المنتوج ثقة كبيرة ياسر. احنا في صلب القطاع هذايا كنا نخدم منافسة نتاعنا مع جيراننا ومع الأسواق الإفريقية تجاه الأسواق الأوروبية متنفسين شوية. ما رعنا الكريز العامين هذين اللي صاير في العالم الكل الأسوام ضعضعت شوية طايحين في مشاكل كبيرة ياسر بما فيها تثقيل أداءات موظفة علينا. هذه المنتجات ذات الجودة العالية التي تختص بها هذه المؤسسات المنتصبة بولاية مدنين وفي معتمدية جرجيس على شكل خاص تشهد منافسة من عديد الأسواق لكنها كذلك تحظى بدعم من الجهات المسؤولة وسلطة الإشراف. طبيعي جدا أن يتطور الإنتاج خاصة في ظل التطبيقات الجديدة للقوانين وسن القوانين الجديدة وبالتالي فإن حتى الضغط على تكلفة الإنتاج متوفرة حاليا والإنتاج أصبح متوفرا. إحنا مؤسساتنا بولاية مدنين كلها مطابقة للمواصفات العالمية ومواصفات الأمم المصادقة الصحية البيطرية كلها متحصلة المصادقة الصحية البيطرية وبالتالي فإنها مؤسسات من أعلى مستوى وذات مستوى عالمي ويسمح لها بالتصدير لكل بلدان دول الموجودة في شمال البحر الأبيض المتوسط وحتى إلى القارة الأمريكية وإلى روسيا. منتجات متعددة ذات جودة عالية في سواحل ولاية مدنين يجتهد المهنيون أولا البحارة ثم الصناعيون في المحافظة على هذه الجودة واقتحام الأسواق الخارجية وبالتالي توفير مواطن رزق دائمة لعديد طالبي الشغل نساء ورجالا في هذه الجهة. نقص الأسمدة وغيابها في بعض الأحيان بات مصدر شكاوى عدد من الفلاحين في ولاية سيدي بوزيد في بير الحفي والنويل في من معتمديات المنطقة. تحدث فلاحون للأخبار حول صعوبة الحصول على الأسمدة وخاصة مادة الأمونيتر في هذه الفترة الدقيقة من الموسم الفلاحي. المتابعة لمن البطايا. يرى عدد من الفلاحين بسيدي بوزيد أن موسم الزراعة الكبرى مهدد بسبب نقص الأسمدة وأهمها مادة الأمونيتر ما سيؤثر سلبا على صابة القمح والشعير لهذا الموسم. الأمونيتر اللي هو مادة أساسية تو باش تساعد على التجذير مثلا البذرة منين كانت باش تخرج لنا 10 سبوليات مثلا كي تبدا ماهيش ناقصة أمونيتر وكل تخرج لنا 5 وتولي صابة تنقص. تو وقته تو وقته وقت ما وقت مونيتر باش يمشي باش يجدر ناقص إذا كان ما تعطيش ولا مونيتر ما يعطيكش اللي حاجتك به أنت يولي ما يجيبش يولي قصير يصفار يعطي الصفورية ياسر تولي تعطي كان الماء ما عندوش وحتى الماء هو قاص علينا ديما مطالبين من السلطات معناها يرعونا شوي عندنا رخص لابير وعندنا اللي في الضوء إشكالية في الضوء. نمو متعثر للنبتة وجودة قد تقل عن العادة كلها نقاط ذكرها عدد من فلاحي الجهة مؤكدين أن السبب الرئيسي هو عدم توفر الأسمدة وإن توفرت فإن إجراءات الحصول عليها معقدة للغاية. نقص أمونيتر إلا ما تمشي تتعب له وتمشي تسجل وتمشي تعطي من نهار ونهارين باش تخذش تعرف أمونيتر باش تدوي بيه. يعني فلاح برشا إجراءات قانونية. امشي منه كره حتى الجري. ما عندوش إشكارة الأمونيتر اللي الدولة مسعرتها ب 37,000 ما يوصلها لداره كان فوق ال 40 و 45,000 من كثر الترونسبور وكري كرهبه ويجري منه ووراق وإجراءات قانونية
ويؤكد الفلاح في سيدي بوزيد أن نجاح موسم الزراعات الكبرى وتحقيق الأهداف المرجوة يقتضي توفير الظروف المناسبة وخاصة المواد الأساسية لضمان صابة بجودة عالية. في الشأن العربي، يتواصل العدوان على غزة بقصف مناطق متفرقة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين عزل، وفيما يستعد العدو لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات، تدعو حماس المجتمع الدولي لمحاسبة المحتل وإلى تحرك دولي لوقف القتل الممنهج ومحاسبة الكيان الصهيوني. تفاصيل الوضع في تقرير وسام غويسام. حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى سقطوا اليوم وخلال الليلة في قصف للمحتل استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وعددا من المناطق شمالها، حيث وصل المحتل قصفه المدفعي للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الذي كان المحتل قد قصف فيه مبنى، بالإضافة إلى قصف منزل بحي الشجاعية شرق المدينة. وبقصف عنيف استهدفت طائرة الاحتلال إحدى المدن شمال غرب النصيرات وسط القطاع، ومع سقوط المزيد من الشهداء ووفق آخر تحيين لوزارة الصحة في غزة تجاوزت حصيلة الشهداء في القطاع 32,500 شهيد. وأمام التصعيد المستمر في القطاع، دعت حركة حماس الأمم المتحدة وكافة المؤسسات القضائية الدولية وعلى رأسها الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف عمليات الإعدام الصهيونية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هذا الكيان المحتل ومسؤوليه على جرائمه. المقاومة الفلسطينية التي تخوض معارك مع جنود الاحتلال أعلنت من بين الخسائر التي ألحقت بهم وبعتادهم قصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الذي يحاصره الاحتلال، فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب وجندي وإصابة ثالث بجروح خطيرة في المعارك. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر إعلامية تابعة للمحتل أن جيش الاحتلال بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال عدم نجاح المفاوضات. ومع تعنت الكيان الغاصب في استهداف المدنيين بالقصف وبسياسة التجويع الذي يعتمدها أيضا، رغم الدعوات الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات إليها، تتعمق المأساة الإنسانية هناك، إذ حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من قطاع غزة مع استمرار المحتل في منع وصول المساعدات إليها، مجاعة تفتك خاصة بالأطفال، إذ تشير التقارير إلى أن واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يواجهون سوء التغذية الحاد. ويفيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من جانبه بأن أكثر من 1,000,000 شخص في غزة يواجهون مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي، وأنه لا بديل عن إيصال المساعدة برا لإنقاذ الأرواح سيما في شمال قطاع غزة. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يتم إدخال غذاء كاف إلى قطاع غزة إلى جانب استمرار مشاكل التوزيع جراء القصف الصهيوني المتواصل وقلة التعاون والتنسيق. في أثناء هذا، أفادت مصادر إعلامية بوصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 57 طنا من المساعدات تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى مدينة العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة. يتصاعد التوتر السياسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بسبب الحرب في أوكرانيا، على خلفية نية الحلف تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 في وقت يتزايد فيه التوتر على الميدان بسبب القصف الروسي من جهة وتصدي القوات الأوكرانية له من جهة أخرى. زين المليكي والتفاصيل. كثف الطيران الروسي من قصفه على مناطق متفرقة من أوكرانيا من بينها خاركييف التي أمطرها وفق مصادر أوكرانية بوابل من الصواريخ أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 30 آخرين. وقالت القوات الروسية إنها إلى جانب تقدمها الجوي حسنت من موقعها التكتيكي على جبهة دونيتسك. وفي ردها على هذه الغارات الجديدة، قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت 28 مسيرة أطلقتها روسيا باتجاه شرقي البلاد وجنوبها فجر اليوم. وفي ضوء احتدام الحرب على الميدان، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حلفائه الغربيين مجددا إلى التسريع في تسليم بلاده طائرة الـ F-16.
معتبرا أنه من المنطقي عدم تغطية صواريخ الباتريوت سماء خاركييف وغيرها من البلدان التي باتت هدفا للروس. وكانت الانقسامات كما في واشنطن قد أعاقت تسليم كييف أسلحة ومساعدات في الأشهر الأخيرة. على جبهة أخرى يتصاعد التوتر السياسي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بسبب أوكرانيا، حيث توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإسقاط طائرات F-16 في حال تلقتها كييف من الحلف. وقال بوتين خلال حديثه لطيارين بالقوات الجوية الروسية إن بلاده لا تخطط لمهاجمة أي من دول الحلف، لكنه إذا ما زود أوكرانيا بتلك المقاتلات فإن القوات الروسية ستسقطها. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تكثيف حلف شمال الأطلسي لنشاطه شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، ما يقرأ على أنه استعداد لمواجهة محتملة مع روسيا. في أخبار الرياضة، وضمن مسابقة كأس تونس للكرة الطائرة، تأهل الأولمبي الإقليبي للدور ربع النهائي بتغلبه على الزيتونة الرياضية بثلاثة أشواط دون مقابل، وبلغ النجم الساحلي الدور ذاته بانتصاره على بومهل البساتين بثلاثة أشواط دون رد. كما تأهل نادي اتصالات صفاقس لربع نهائي كأس تونس للكرة الطائرة إثر انتصاره بالغياب على تألق برج الصدرية، فيما توقفت مباراة سعيدية سيدي بوسعيد ونادي حمام الأنف بسبب وفاة والد أحد لاعبي نادي حمام الأنف في مدرجات القاعة. وعالميا، تأهلت الروسية كاترينا ألكسندروفا المصنفة 16 عالميا للدور نصف نهائي من بطولة ميامي المفتوحة لمحترفة التنس إثر فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 5 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استغرقت ساعة و58 دقيقة. ونجحت ألكسندروفا في تأكيد فوزها منذ يومين على المصنفة الأولى البولونية إيفا شفيونيك. ألكسندرا ستباري دانييل كوليز في نصف نهائي بطولة ميامي. في أخبار الثقافة، احتضنت ساحة القصبة التاريخية بصفاقس المدينة مساء الثلاثاء سهرة للملوف تندرج ضمن شراكة بين بلدية صفاقس والمجتمع المدني، وتهدف إلى استثمار الفضاءات التاريخية لتنشيط المدينة. قيس هماني والتفاصيل. ساحة القصبة بأحد مداخل المدينة العتيقة بصفاقس بعد استعادتها من براثن الانتصاب العشوائي، وجدت فيها أكاديمية صفاقس للملوف ركحا مثاليا لسمر رمضاني على أنغام نمط موسيقي يشبه الفضاء وله في أذن الناس وذوقهم موقع ومكانة. صار اقتراح علاش لا ميكونش في رمضان احيا ثلاث سهرات في الشارع انطلاقا من ساحة القصبة اللي هي مكان كما تراو فيه مكان جميل جدا، وقلنا علاش لا نخليوه الفن هذايا اللي ماهوش فن صالونات يخرج للناس والناس تسمعوا وتكونوا نشاركوهم ويشاركونا النوعية هذه متاع الفن التقليدي التونسي. أنا عنصر من الفرقة متاع أكاديمية صفاقس، أنا نحبوا هذا البلايص ونحبوا إحنا نظهروا قدام الببليك ونقدموا عروضنا ونوريهم مواهبنا. ليالي ملوف بالقصبة افتتحها أطفال أكاديمية الملوف بصفاقس أمام جمهور فيهم من جذبتهم النغمات الأصيلة والطبوع التونسية، ومنهم من أراد أن يجمع بين أصالة المكان وأصالة النغم. أكيد حاجة باهية أنه نحيو الفضاء هذايا اللي قعد نجم نقولوا بيرديو يعني مدة طويلة، وهذه بادرة طيبة من الأكاديمية صفاقس وبشراكة مع بلدية صفاقس، وحاجة حلوة برشا أنه نرى صغيرات كما هكا يغنيوا في موروثنا الموسيقي. في سياق كامل هو المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية بمدينة صفاقس وبالدوائر البلدية وخاصة بالساحات المفتوحة التي كانت مقرا للانتصاب الفوضوي، بتضافر عديد الجهود الجهوية وبلدية صفاقس صارت مقرا للفعل الثقافي من باب التنمية ومن باب المحافظة على المكتسبات وأيضا الانفتاح والتعاون مع أكثر من طرف في تنشيط هذه الساحات المفتوحة. ليالي الملوف بالقصبة ضمن الأيام الثقافية لبلدية صفاقس أثثت سهرات لثلاثة أجيال مختلفة أطفالا وشبابا وكهولا في عروض أكدت عراقة هذا الفن، وعلى أنه لا شيء ينقذ فضاءات المدينة العتيقة من الإهمال
إلا الفن. نواصل مع الثقافة. ويعيش أهالي القصرين على إيقاع مهرجان المدينة، وتم في سبيتلا تقديم عرض موسيقي من التراث التونسي، ويسهم هذا المهرجان في تنشيط الحركة الثقافية في شهر رمضان المعظم. نادية ارتيبي وفكرة عن فعاليات المهرجان. وجمة صوفية لعبد المنعم خشنوي، عرض أضاء ليلة من ليالي مدينة سبيتلا، مدائح وأناشيد صوفية، ابتهالات وإيقاعات الطبلة العود والناي والكمان. وجمة صوفية عمل مقتبس من تراث قصريني قروي، يعني ما بين هو حوار بين زوز أفكار من الموروث الموسيقي الصوفي في القروان. اللي نعرف القروان هي منطقة زاخرة وثرية برشا، وزادة باش نشوفوا حاجة اللي هي متخدمش عليها برشا، اللي هو الموروث الصوفي اللي في منطقة القصرين. شلونج بين الموسيقى في سبيتلا الصوفية والموسيقى الصوفية في القروان الطرقية والصوفية. خلينا نقولوا هذه بداية مشروع، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. كلمات وألحان التقت لتعانق أرواح متعطشة للراحة والسكينة. حاجة من عاداتنا وتقاليدنا ومن تراثنا تتسمى ديما نعطيو روحها كيال سبيتلا، ديما نحبوا جو رمضان حاجة سبيسيال بالنسبة لنا. أول مرة نجي لسهري كيما هكا، أما ما شاء الله شيء ما شاء الله، والله جو هبيل، جو محليه. نسبتني على الأخر حفلة صوفية وأجواء رمضانية جميلة جدا، خاصة في برشا من النمط الموسيقي اللي احنا متخذين عليه برشا، متخذين عليه هو النمط النشيد البدوي. النشيد البدوي ترى خاصة نفرح برشا كي نرى وليداتنا وعروض محلية بالمستوى هذا. حبينا نعملوا دفع للثقافة وللفرق المحلية، أني حوالي 90% من العروض هي محلية من ولاية القصري. عندنا ثلاثة عروض من خارج القصرين، هي سيرك باباروني عنده عرض في القصرين في ساحة الشهداء نهار 1 أفريل، وعرض في فريانة نهار 2 أفريل، وعرض في مجمع عباس نهار 3 أفريل، وعندنا الفرقة القادرية من قفص، وعندنا أولاد المناجم بمناسبة يوم العرض يوم 30 مارس في القرية الحرفية بمدينة القصرين. الاختتام لنا موعد أيضا مع الإنشاد الصوفي مع خمسة، هذا عرض فرجوي ممتاز وعرض كبير يوم 6 أفريل. نركزنا على العروض الملتزمة نظرا للقضية الفلسطينية المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني ما يعنيه من تدمير وتهجير واغتصاب الكيان الصهيوني. عرض لاقى قبولا وإقبالا من أهالي سبيتلا الذين سيكون لهم اللقاء مع الإنتاجات الفنية بمختلف أنماطها وأنواعها خلال شهر رمضان في إطار مهرجان ليالي المدينة بمدينة العبادلة سبيتلا. بهذا إذن نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. اليوم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلنوا النتائج خلال ندوة صحفية هذا المساء. شركات تصدير المنتوجات البحرية بولاية مدنين تحقق ارتفاعا في الصادرات وتسعى إلى اقتحام أسواق خارجية جديدة. تواصل الاعتداء الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة شمال القطاع. ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.